غادي نمشيو لابيل دو ستار. واليوم ضيفه الحلقه هي فرح الفاسي. كنهزو مقاطع ديال المسلسلات وبهذاك الصوت ديال الممثله ولا الممثل كنعيطوا لشي واحد وكنهضروا معاه بهذاك الصوت. اشنو اشنو شنو لا رياكسيون ديال هاد السيد ولا هاد السيده اللي غنسمعوا في لابيل دو ستار ديال فرح الفاسي؟ الو الو صباح الخير عمتي. كنتي عندي لك واحد الخبر زوين. من ما غلطة اختي حميد راجلي؟ غلطة غلطة اختي راد من غلطة. لا واش كنتي رقاوة في الخدمة؟ يا راجلي القار تمادك طالع عمتي. اش عمتك هذا؟ حميد راجلي زادوه في الفلوس وعطاو له الدار والطوموبيل ولا هو كيتحكم في كل شيء. ايوا مزيان مزيان. الله يبارك فيك. ايوا مرحبا مرحبا. اييه طوموبيل وفلوس ديال المازوط، واحسن حاجه هي غادي نمشي نسكن في الرباط. احنا من القصر. انا غادي نطير بالفرحه عمتي غنطير. يلا مرحبا. دابا عمتي علاش كتقول لي هاد الهضره؟ صافي تاز عاود تعيطك عمتك. علاش دايره النيميرو بريفي؟ كيفاش علاش دايره انت النيميرو بريفي؟ كيفاش؟ لا خصك تبيني النمره ديالك باش يعرفوك الناس. عمتي غير بدل هاد البلانات ديالك ما مسلكينش في شي بلان اخر هادشي بزاف. يلا يلا سلامة عمتي. لا لا سلامة سلامة عمتك. هاي هاي تسلم عليك عمتي. اه عافاك بغيت نبقى بوحدي. دابا غتجمعي. عافاك بغيت نبقى بوحدي. سيري بقاي بوحدك علاش معايا طرنا على الصباح. يلا غبري. دابا عمتي علاش كتقول لي هاد الهضرة؟ سير فحالك سير تناسي سيري غتجمع مسكينة ما عندها ما يدير. عمتي كيفاش؟ تقلقاش في الخرسينة.